solvent required for one part solute، يعني جزء واحد من السولفنت من المذيب ايش قد يذوب لي جزء واحد من السوليت. شلون يعني؟ يعني مثلا عندي 1 غرام من السكروز، 1 غرام من السكروز نعتبره جزء واحد، ايش قد يذوبه من السولفنت؟ مثلا 5 مول. فايش نقول؟ نقول 5 إلى 1، 5 إلى 1 معناه 5 أجزاء من السولفنت ذوبت جزء واحد من السوليت. هاي كنسبة، يعني كنسبة. Solubility is also quantitatively expressed in terms of molality. طبعا اكو تعابير اخرى هي المولاليتي والمولاريتي and percentage، والنسبة المئوية مثلا اذا نقول 50% 20% والى اخره. Solvent solid interaction، التفاعل بين المادة المذابة اللي هي السوليت والمادة المذيبة أو المذاب اللي هو عفوا أو المذيب اللي هو السولفنت. السولفنت مثل الووتر والسوليت مثل السكروز. نعطي هذا المثال دائما لأن سهل وكلنا نعرفه. بولار سبستانسز، المادة البولار يعني تكون البولار المتأينة نقدر نعتبرها. tend to dissolve in polar solvent، هي تنحل او تذوب بالمذيب اللي يكون بولر ايضا. while non polar substances يعني المواد الغير المتأينة اللي ما تحمل charge، شحنة سالبة. tend to dissolve in non polar solvent، هي ايضا راح تذوب بالسولفنت النون بولر. يعني كقاعدة نقدر نقول أنه لايك ديسولف لايك، يعني كل مذيب يذوب المادة اللي تشبهه، كل مذيب يذوب المادة اللي تشبهه. البولر يذوب البولر والنن بولر يذوب النن بولر. types of solvent، كمواد مذيبة لها أيضا أنواع. مثلا البولر سولفنت، البولر سولفنت، نون بولر سولفنت، اند سيمي بولر سولفنت. نجي هنا شوي نعرف عن المعلومات. بس ثواني تتحمل الصفحة. بولر سولفنت ديسولف ايونيك سوليت، يعني راح يذوب المواد المذابة اللي تكون ايونية عليها تشارج، شحنة سالبة مثلا او موجبة. اند اذر بولر سبستانسز، والمواد المتبلورة او عفوا المتأينة الاخرى. The solubility of substances in polar solvent depend on، طبعا ذوبانية هاي المواد، ذوبانية المواد بالبولار سولفنت راح تعتمد على البولاريتي اوف ذا سولفنت، درجة البولاريتي للسولفنت قليلة أو كبيرة. The ability of the solid to form hydrogen bond، طبعا هاي جدا مهمة، أنه قابلية المادة المذابة لتكوين آصرة هيدروجينية مع المذيب. water dissolve phenol، مثلا الماء ممكن ان يذيب الفينول والكحول والالديهايد والكيتون والامين and other oxygen and nitrogen containing compound، والمركبات الاخرى ايضا اللي تحتوي على الاكسجين والنيتروجين. ليش؟ لان هي can form hydrogen bonds with water، ممكن ان تكون اصره هيدروجينيه مع الووتر. من تكون آصرة هيدروجينية مع الووتر، تكوين هاي الآصرة راح يساعد ويسهل بعملية الذوبانية. إذا تلاحظون بهذا الرسم التوضيحي،
هاي النقاط، هاي النقاط هي تمثل الهيدروجين بوند، هاي النقاط اللي يأشر عليها تمثل الهيدروجين بوند. مثلا عندي هذا الجزء كالكحول، الكحول اللي يحتوي على ذرة الأكسجين راح تتصل بهيدروجين بوند مع الووتر هذا ال H2O مع ذرة الهيدروجين بالضبط، ويكون عندي الهيدروجين بوند. تكوين الهيدروجين بوند راح يسهل من عملية الإذابة. بالنسبة للألديهايد، للألديهايد إذا تلاحظون هاي الكربوكسيل جروب، كربوكسيل جروب تحتوي على الأكسجين، ذرة الأكسجين اللي أيضا راح تكون هيدروجين بوند، آسرة هيدروجينية مع ذرة الهيدروجين بالووتر. بالنسبة للكيتون أيضا هيدروكسيل جروب، عفوا كربوكسيل جروب، عفوا كربوكسيل جروب موجودة بالألديهايد والكيتون، عفوا هي الكربوكسيل جروب، بينما بالكحول هي الهيدروكسيل جروب. إذا الكربوكسيل جروب موجود عندنا ذرة أكسجين، تعرفون ذرة الأكسجين هنا عليها unshared pair of electron، يعني زوج إلكتروني، زوج إلكتروني حر موجود على الأكسجين. ممكن هذا الزوج الإلكتروني إن واحد من هاي الإلكترونات أن يكون آسرة هيدروجينية مع الإلكترون موجود على ذرة الهيدروجين بالووتر ويكون الهيدروجين بند. بالنسبة للأمين أيضا ذرة النيتروجين، ذرة النيتروجين بالأمين تحتوي أن شير بير أوف إلكترونز، تحتوي زوج إلكتروني حر، واحد من هاي الزوج الإلكتروني الحر، واحد من الإلكترونات ممكن أن يكون عصرة هيدروجينية مع واحد من الإلكترونات الحر اللي موجود على سطح الهيدروجين، الهيدروجين أتوم بجزيئة الماء، ويكون الهيدروجين بوند. تكوين الهيدروجين بوند راح يسهل من عملية الإذابة. structural feature أيضا العوامل اللي تأثر بالذوبانية، العامل الثالث structural features such as the ratio of the polar to the non-polar group of the molecule. عفوا أحد طلابنا يقول وين نسجل حضور؟ سجل حضور بالمنصة، أكو موجود تسجيل الحضور، تفتحه تلقى موجود تسجيل حضور النظري اليوم 22/5، فتدخل عليه وتسجل الحضور. العامل الثالث اللي يأثر على السولوبيليتي هو الستراكشرال فيتشر، يعني المميزات، مميزات التركيب، مميزات تركيب المادة المذابة، such as the ratio of the polar to the non-polar group of the molecule. ايش نقصد بالبولر؟ يعني البولر مثل هسه اللي قبل شويه شرحناها، الهيدروكسيل جروب او الكربوكسيل جروب او النيتروجين الموجود بالامين جروب، هاي نسميها بالبولر. النن بولر جروب، النن بولر جروب مثل الالكانات مثلا سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2، هاي نسميها نن بولر جروب. فنسبة البولر إلى النن بولر جروب اللي موجود بالمركب أو بالموليكيول هي راح تأثر، راح تأثر على الذوبانية. As the length of non polar chain، يعني عندما يكون طول النن بولر chain السلسلة الغير أيونية اللي قلنا مثلا CH3 CH2، عفوا قطع الاتصال ورجع. As the length of non-polar chain، كل ما يكون طول non-polar chain اللي قلنا مثلا CH3 CH2 CH2 of an aliphatic الكحول، الاليفاتيك الكحول يعني الاليفاتيك نقصد به اللي هو الكحولات اللي ما تحتوي على
بنزين رينج، ما تحتوي على جزيئة البنزين. يعني مثلا CH3 CH2 CH2 OH، نهايتها OH معناها هاي أليفاتيك الكحول. Increase the solubility of the compound in water. Decrease. كل ما هاي اللي مثل قلنا CH3 CH2 CH2 كل ما يزداد راح تقل الذوبانية لأن هي نون بولر، وكل ما يقل الجزء النون بولر راح تقل الذوبانية. سلفايد شين مونو هيدروكسيل الكحول، إذا كان عندي سلسلة مثلا CH3 CH2 CH2 مونو هيدروكسيل الكحول تحتوي على كحول أحادي بنهايته مثلا او اتش وحده موجوده، او الالديهايد او الكيتون او الاحماض الاسيد with more than 4 or 5 كربون، اذا اكثر من 4 الى 5، اذا اكثر من 4 الى 5 جزيئه كربون can not enter into the hydrogen bonded. فدخوله وتكوين الهيدروجين بوند راح يكون اصعب. Of structure of water and hence are only slightly soluble، فراح يذوب ولكن ذوبانيته راح تكون قليله. ليش؟ لان كان عندي هو من 4 الى 5، اكبر من 4 الى 5 كربون اتوم، بس اذا اقل من 4 الى 5 راح يكون الذوبانيه اسرع. When additional polar group are present in the molecule، when additional polar group are present in the molecule، إذا عندي جزيئة polar يعني عليها شحنة سالبة مثلاً، تمتلك unshared pair of electrons، زوج إلكتروني حر، as found in propylene glycol مثل اللي موجودة بالبروبيلين glycol بالجليسرين بالتارتريك أسيد. فالووتر سولوبيليتي انكريز جريتلي، طبعا كل ما تزداد البولاريتي راح تزيد السولوبيليتي، فاضافه البولار جروب راح تزيد السولوبيليتي. برانشينج اوف ذا كربون تشين ريديوس ذا نون بولار افكت اند ليد تو انكريز ووتر سولوبيليتي، يعني اذا كان عندنا الهيدروكربون هو متشعب ومتفرع فراح تقل عندي الحجم، راح يقل راح يكون متفرع يعني ما يجي بالطول، لا راح يكون متفرع، فالسولوبيليتي راح تزيد ويقلل التفرع، راح يقلل لي من تأثير النون بولاريتي. Such as the hydrocarbon differ from that of the polar substances, ionic and polar solid are not soluble عفوا or very slightly soluble non-polar solvent because الهيدروكربون راح تكون ذوبانيتها اقل اذا كانت عندي non-ionic او non-polar. Non-polar solvent are unable to reduce the attraction between the ion of strong and weak electrolyte because of the solvent low dielectric كونستانت، مثل ما شرحنا قبل شوية قلنا يتحكم بها البولاريتي ووجود الانشيرد بير اوف الكترون، فالنون بولر سولفنت بصعوبة راح يذوب الهيدروكربون النون بولر، يذوبها بس الى مستوى قليل، قلنا لايك ديسولف لايك، كل مذيب يذوب المادة اللي تشبه. Non-polar compound however can dissolve non-polar solvent، قلنا بصورة عامة هو non-polar يذوب non-polar solid with similar internal pressure through induced dipole interaction، بواسطة تحفيز التفاعل dipole interaction التفاعل القطبي. The solid molecule are kept in solution by the weak van der Waals. The solid molecule are kept in solution by the weak van der Waals London type of forces، طبعا راح تبقى مذابة
وتستمر بالذوبانية ما تنفصل وترجع تترسب، لأن الفاندرفارس ولندن فورسز موجودة راح تربط المذاب بالمذيب. Thus oil and fats dissolve in carbon, tetrachloride, benzene and mineral. Semipolar solvent such as ketones and alcohol. قلنا شبيه عندنا بولر ونن بولر، واكو سيمي بولر. سيمي بولر يعني يمتلك بولارية بس قليلة، هي اكبر من النن بولر بس اقل من البولر، فسميناه بالسيمي بولر solvent such as ketone and alcohol can induce a certain degree of polarity in non polar solvent molecule so that for the example benzene which is readily polarizable become soluble in alcohol. لأن البنزين راح تنضاف له بولاريتي بإضافة الكحول، لأن الكحول راح يسوي induce the polarity، يعني يزيد البولاريتي بالبنزين ويزيد الصولابيلتي. سيمي بولار كومباوند كان اكت اس انترميديت solvent to bring about miscibility of polar and non-polar solubility. فإنه السيمي بولار كومباوند هو انترميديت، هو حالة وسطية بين البولر والنن بولر، يمتلك بولاريتي بس قليلة أكبر من النن بولر. النن بولر ما يمتلك أي بولاريتي، السيمي بولر يمتلك بولاريتي قليلة بس ما ممكن أن نطلق عليه بولر لأن هي قليلة جدا. الأسيتون increase the solubility of ether in water. فالإيثر موجود مثلا بالووتر، ممكن أن نضيف الأسيتون اللي هو ممكن أن نضيف الأسيتون اللي هو سيمي بولار سولفنت ويزيد ذوبانية الإيثر بالووتر، لأن الإيثر هو نون بولر، أو أنه البولاريتي مالته ما تمكنه أنه يذوب بالووتر بصورة تمام. Solubility of gas in liquid ذوبانية المواد الغازية بالمواد السائلة تعتمد على حبس بايئة نون الكترولايت، بعض الأحيان بوجود مواد ثانية غير الأملاح مثل السكروز، وهاي الظاهرة this phenomena is known as salting out، نسميها بال salting out، واللي راح تأثر على ذوبانية الغاز بالسائل. Solubility of liquid in liquid frequently two or more liquid are mixed together in the preparation of pharmaceutical solution. كعملية أبسط طبعا من إذابة الغاز بالمادة السائلة، إذابة الليكويد بالليكويد راح تكون أسهل وأسرع ونحتاجها أكثر بالتحضيرات الصيدلانية. For example, الكحول is added to water. الكحول نضيف عليه الووتر to form hydro alcoholic solution حتى نحصل على المحلول نسميه hydro alcoholic يحتوي على الووتر والكحول of various concentration. Volatile oil are mixed with water to form dilute solution known as